يا ولاء، انا عايز اقول لك على حاجه. انت زي اختي، جمله بتسمعها اي بنت بشكل كبير قوي. اول ما بتسمعيها هتفضلي تضحكي او هتفتكري مواقف مريتي بيها. ده بس عايز اقول لك ان فعلا دي لعبه من الالعاب النفسيه اللي ممكن تحصل. تلاقي العلاقه بدات بشاب داخل باهتمام، وتلاقي مقدم كل حاجه حلوه في العلاقه، فتلاقي بدا يهتم بيها، يوصلها، يسال عليها، طب انت اكلتي، طب وصلتي، وهكذا. ويكون الطرف الثاني اللي هي البنوته بدات تحس بمشاعر ناحيه الشخص ده، وتبدا العلاقه تكبر وتكبر. بس لغايه دلوقتي مفيش حاجه رسمي، يعني ما جاش يتقدم او ما جاش يقول لها مشاعر حقيقيه، كلها مواقف وكلها افعال تبين بس اهتمام. وهنا بتبدا المشكله، ان البنت كمان بتبدا تطلب منه ان هو يكون في الموقف، يبقى او الحاله او العلاقه دي تبقى بشكل رسمي. وهنا بيجي السؤال او الجمله اللي بتتقال دايما، انت زي اختي. الشخص ده عمره ما فكر في الارتباط، الشخص ده عمره ما يفكر يكون جد في علاقاته، هو دايما بيتسلى، بيدخل في العلاقه دي يقدم شويه اهتمام ويطلع يجري. لكن انت بتكوني مستنزفه، وبتكوني كمان داخله العلاقه بمشاعر عاليه وبتقدمي اهتمام ورعايه، وفجاه بتتحول شكل العلاقه من هي علاقه ارتباط لعلاقه عاديه، ما تبقيش فاهمه، مشاعرك بتتلخبط، العلاقه نفسها بتتاثر بشكل كبير قوي. عايز اقول لك انك انت في علاقه، لو انت في العلاقه دي انت في علاقه مسيئه او علاقه مؤذيه، دي لعبه بتتلعب يوميا، ان انا اقدم اهتمام واول لما ابقى جد وابقى مسؤول اطلع اجري. دايما في الغالب بيكون الراجل بيلعب ده، بس ده مش معناه ان كل الرجاله بتعمل كده. في اوقات الطرف الثاني اللي هي البنات او السيدات بتلعب الدور ده. لكن عايز اقول لك، وعايز اقول لك، لو انت بتلعب الدور انك تهتم بحد وتقدم رعايه وفي الاخر بتمشي، او لما بتدخل عند جزء المسؤوليه بنسميها بتخلع، انت في مرحله صعبه، لانك انت بتاذي بني ادم او طرف ثاني بيكون قدم محبه وقدم اهتمام، وبالتالي بيكون مشاعره عاليه وبيكون مصدق وبيكون رسم وشاف شكل علاقته بقوه عامله ازاي. للاسف انت بتكون شخص مؤذي. ولو انت الطرف تاني، انك انت بتطلعي تجري بسرعه تهتمي وتقدمي مشاعر وتكوني بتفكري في شكل العلاقه بشكل كبير قوي، طول ما الطرف التاني مش واضح، طول ما مفيش شكل واضح للعلاقه، هي بين قوسين علاقه مؤذيه. ليه؟ لان هو ما قدمش، ما عبرش عن الحقيقه اللي عنده، الحقيقه ان هو مش شخص مسؤول، وانت بتكوني بتهربي من مشاكل او ضغوطات مع شخص مش مسؤول، فبالتالي بتكون علاقة مؤذية. لو انت الطرف ده او الطرف ده، انت محتاج تقف، او انت محتاجة تقفي وتسأل نفسك أسئلة. انا لو الطرف المؤذي او اللي انا اللي بقدم اهتمام وبهرب، انا محتاج أسأل نفسي، انا مشكلتي فين؟ هل مشكلتي في العلاقات ولا انا مشكلتي في المسؤولية؟ هل انا مش بقدر اكمل في العلاقة؟ يعني بوصل لمرحلة محتاج أسأل نفسي ايه المرحلة اللي بوصل لها، مش بعرف اخد ستيب تانية، واسأل نفسي واقعد مع حد، الحد ده مشير متخصص يساعدني في الحتة دي. ولو انا الطرف التاني البنت اللي هي دايما بستنى وبنتظر مشاعر او بنتظر اهتمام، ولو انا الطرف التاني، انا محتاج اسأل نفسي، هل انا فعلا جعان للاهتمام، جعان للحب، جعان ان انا اتشاف، واول لما بيجي طرف يديني شوية الحاجات دي بجري عليها وبسلم لها، ولا لا؟ عمر ما كان الاهتمام الفيك هيسدد جوع عندي، عمر ما كان الحب المزيف هيسدد جوع عندي. عشان كده عايز اقول لك، وعايز اقول لك، لو انت بتلعب اي دور من الادوار دي انت محتاج توقف، محتاج توقف، لانك بتاذي وبتتاذى من اشخاص اخرين. انا بحبه يا ماما، جمله بنسمعها كتير قوي، جمله بنات كتيره بتقولها، انا بحب الشخص ده، انا بحبه وهغيره. وتلاقي البنت دي قعدت في وسط مجموعه من صحابها وهم مقتنعين ان الطرف ده ما ينفعش، شخص مؤذي، شخص متعب. حتى الجيران قالوا لها، عم احمد البواب قال لها ان الشخص ده متعب ومؤذي، بس هي مكمله تحبه. ودي واحده من اشهر الحكايات اللي بنسمعها، وكمان اشهر الالعاب اللي بنعملها في حياتنا اليوميه. بنلاقي طرفين عاديين بداوا يدخلوا في علاقه، طرف منهم شخص مؤذي، كل الناس عارفه ان هو مؤذي متعب بتاع مشاكل، وطرف تاني بنوته جميله، بنوته بتقدم اهتمام رهيب، كل الناس بتحبها، كل الناس بتبقى مستنيه تقعد معاها وتحكي معاها، لان الشخصيه دي بتكون عايشه دور المنقذ، عايشه دور المضحي للناس. بيتجمعوا في علاقه عاطفيه، ونلاقي ان الناس حوالين العلاقه دي بيكونوا عمالين يقولوا لها انت محتاجه تنهيها، الشخص ده بيأذيكي، بيدمرك. لكن هي الجمله المشهوره اللي بتقولها، انا هغيره، او بعد الجواز هغيره. عايز اقولك ان انت عايشه في اكبر ضحكه او اكبر كذبه مصدقاها. عمر ما حد هيتغير
عشان حد، الشخص بيتغير عشان هو عايز يتغير. القبران والنضوج والتعافي ده قرار شخصي انا اللي باخده، مش باخده عشان حد جابرني اعمله، لا انا باخده عشاني. الطرف الاولاني اللي هي البنوتة الجميلة المحبوبة بالعكس هي عايشة دور المنقذ، هي دايما بتدور على الشخص المتعب اللي عنده مشاكل وازمات في حياته وبتاخد قرار ان هي عايزه تنقذه او عايزه تغيره. ده بيغطي على حاجات جديده في حياتها، بيغطي على صراعات في حياتها. الشخصيه دي او الطرف ده ما بيكونش قادر يفهم نفسه او ما يكونش اصلا عارف نفسه، بتلغوش على الصراع اللي جواها بانها تروح تعيش وتنقذ طرف تاني. والطرف التاني اللي هو الشخص المتعب المؤلم اللي هو المؤذي دايما عمال يكمل ده، بيدور على ضحيه، بيدور على ضحية تانية يكون بيمارس ده معاها، بيمارس إساءاته والإزاء اللي بيعمله، والاتنين بيكملوا مع بعض. لا للأسف مش بيكملوا مع بعض، لأن هي في وقت من الأوقات هتتعب وهتقول أنا مش قادرة أستحمل كم الإزاء، وبنلاقي بعد كده بخطوات كتيرة انفصلت أو بعدت، ونلاقي الناس اللي حواليها مش فاكرة ما كنا بنقولك كده، مش فاكرة إن إحنا كنا عاملين ننصحك إنك تبعدي عن العلاقة دي. وهنا محتاجين نسأل نفسنا، لو أنت البنوتة دي اللي بتدوري دايماً أو تعيشة دور المنقذ، أنت محتاجة تسألي نفسك أنا بلعب الدور ده ليه؟ هل بلعبه عشان انا مش فاهمه نفسي، او انا بلعبه عشان بلاقي نفسي فيه، او بلعبه عشان دي حياتي؟ فانا محتاجه اسال نفسي انا هكمل لغايه كده امتى، هفضل ادخل في علاقات تاذيني وتاذيني وتاذيني عشان مش عارف اعيش غير دور المنقذ ولا لا؟ ولو انت الطرف التاني ان انت حياتك كلها بتدخل في علاقات تاذي وبتاخد دور الاذاء، انت واقف فين لغايه دلوقتي؟ هل انت مبسوط في الحلاقه او في الحياه اللي انت عايشها ولا لا؟ لو انت بتسمعني او انت بتسمعيني وبتلعبوا في ادواركم ده، انتوا محتاجين ترجعوا خطوه لورا وتشوفوا حياتكم عامله ازاي وماشيه ازاي. لو انت محتاج مساعده او انت محتاجه مساعده، في ناس تقدر تساعدكم. لو انت محتاجه تقعدي وتحكي مع ناس مش صحابك ومش الدايره اللي حواليكي اللي ينفع نحكي على حاجه زي كده، انت محتاجه تقعدي مع مشيره، تسمعي مع من حد ياخد معاكي خطوات يكون مؤهل يعمل كده. لو انت فعلا شخص بقيت مدرك انك انت بتأذي، انت محتاج تقعد مع حد، تقعد مع نفسك الاول وتسأل نفسك الأسئلة دي، انا ليه بعمل كده وانا بستفاد ايه لما بأذي؟ والحاجة التانية ان انا اقعد مع حد متخصص يساعدني في النقطة دي. تاني، عمر ما حد بيغير حد، الشخص بيتغير لان هو عايز يتغير. التعافي ده قرار شخصي، النضوج قرار شخصي، ما بيعتمدش على رغبة ملحة او زقة من حد، بيعتمد من عندي أنا اللي أنا عايز أتغير وعايز أمشي خطوة في حياتي. شكرا.